السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلوات الله عليه. كما راكم تشوفوا هنا خياتي ما رايحين نطيبوا، ما رايحين نديروا ولا عصير ولا عجائن ولا حتى حاجة. اليوم فقط عيد ميلاد بنتي الأمورة الصغنطوطة مروة. حبيت نخلي لها تهنئة هنا من القناة. وانا باش تبقى لها سوفونير ذكرى ان شاء الله يا ربي. ونقول لها كل سنة وانت طيبة، كل سنة وانت بصحة جيدة في احضان والديك، وبالتوفيق ان شاء الله في دراستك. ان شاء الله هذا العام يكون عام رباح فرحة بالقراية. ان شاء الله ربي يخلي لي ماما اللي نحبها بزاف، ان شاء الله مامي وماما فور موا، ان شاء الله تعيشي. ميرسي. ان شاء الله ربي يعطيني كامل واش راني متمنيه. اللهم امين. قولوا خواتاتي اللهم امين، وخليوا المروه لتحت تحت الفيديو، خليوا لها تي كومونتير باش يبقى لها سوفونير من عند المشتركين تاعي. ربي يحفظكم. وراكم مدعوين يعني كامل هنا عندي اليوم. تفضلوا روحوا. الله مرحبا بكم، والله على العين والراس مرحبا بكم. وكذلك اغتنم الفرصه اللي مزيوده في 5 جانفي كيما مروه، نقولوا لها جوايز انيفرسير، كل عام وانت بخير. واش كذلك واش نهضروا. ديروا لي جاما، ديروا لي كومونتير، فوالا باش تقالها سوفونير، تقالها ذكرى ان شاء الله. ان شاء الله يا ديروا لي تانيك ويوفقني ان شاء الله مع وليداتكم. ان شاء الله ربي يوفق الجميع. كما هذا اليوم مروه خرجت للدنيا، مثل هذا اليوم ولدت الأسطورة مروة، الأميرة مروة الدلوعة، مروة آخر العنقود، فشة تاع ماماها. الفشة تاع ماماها صح، خلي على بالكم دايما الأخر يكون مفشش. فوالا أروح. وهذا وليدي، روح قول لها جوايوز انيفرسير لأختك. وهذا وليدي رضوان، جوايوز انيفرسير. فوالا فوالا إن شاء الله يا ربي كل عام وهي بخير وإحنا بخير. إن شاء الله إن شاء الله تكون عجبتكم طاطا. واش نهضر فوالا هذا مكان. وسمحوا لي كذلك اغتنم الفرصه، سمحوا لي هذا يومين ما نزلتش فيديوهات يعني لاسباب صحيه، يعني شويه تعبانه ما قدرتش. ان شاء الله اذا كان يعني فيها عمر وقدرت ان شاء الله غدوه وبعد غد نرجع لتنزيل الوصفات. ان شاء الله بقوة. نخليكم في امان الله وحفظه، وشكرا انكم يعني قعدتوا معنا وسمعتونا. وتصبحون على خير، والى فيديو اخر ان شاء الله. استودعكم الله في امانه وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باي 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 باي.